بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برقية مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نعم سيدي أعزك الله، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات بتاريخ 17 ربيع الأول 1436 الموافق ل 9 يناير 2015، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة وزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية في حكومة جلالتكم أن يتقدم للمقام العالي بالله بآيات الولاء والإخلاص، معربا لجنابكم الشريف باسمه الشخصي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الإداري وموظفي المركز عن امتنانه لرعايتكم المولوية الكريمة التي ما فتئتم تولونها لرعاياكم الأوفياء من موظفي ومستخدمي المركز. مولاي، إن انعقاد المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات يأتي في خضم مسيرة الإنجازات والمشاريع الكبرى والسياسات القطاعية البناءة التي تعرفها كافة أرجاء مملكتكم السعيدة، بفضل التوجيهات النيرة لجلالتكم ليتبوأ المغرب المكان التي تبتغيها جلالتكم من رقي وازدهار حتى يعم الرخاء والنماء ربوع المملكة الشريفة. وبهذه المناسبة يعرب أعضاء المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومعهم كافة أطره ومستخدميه عن تشبتهم الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد، وعن عزمهم الأكيد وتجنبهم الدائم وراء خطوات جلالتكم للإسهام في هذه المسيرة التنموية الكبرى التي تقودونها بحكمة وتبصر، وجعل هذه المؤسسة أداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخراً وملاذاً لشعبكم الوفي، وأقر عين جلالتكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وشد أزر جلالتكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وباستجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته، حرر بالدار البيضاء بتاريخ 17 ربيع الأول 1436 الموافق ل 9 يناير 2015، خديم الأعتاب الشريفة محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. السلام عليكم.